قبل 7 أعوام كانت البداية. من استوديوهات قناة ميدي أن تي في بطنجة أطل برنامج الماتش لأول مرة في أبريل من العام 2009. مرحبا بكم في أول عدد من برنامجكم الرياضي الجديد على قناتكم ميديانسات الماتش. تصور البرنامج الأسبوعي وسط شبكة برامجية شاملة ومتنوعة يقوم على مناقشة وتحليل أبرز الأحداث الرياضية الوطنية والدولية بمشاركة محللين إعلاميين من ذوي الخبرة وضيوف بارزين. برنامج فريد من نوع ديالو، يعني لون جديد ما ألفناش في القنوات التلفزية ديالنا، بالطريقة ديال التقديم ديالو، بالطريقة كي كيكون هذاك الحوار بين المقدمين والضيوف، يعني بديك اللمسة الخفيفة ديالو. هذا صراحة برنامج موفق، والوجوه اللي ألفناها ويعني ولات دارت مكانتها في الأجندة الرياضية ديالنا. النقاش المفتوح والمتوازن من بين الأسس التي حارس الماتش على احترامها تجاه مشاهديه من مختلف الأعمار والشرائح وتجاه ضيوفه أيضا. لقبت المسيره ديال المنتخب الوطني من 2000 حتى 2004 حتى 2013، كتلقى الحقبه اللي كانت مهمه هي 2004. حتى دابا الا بغيتي تقول لك تمشي من اجل المشاركه، لا 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 بالعكس، لا بالعكس كما قلت لك، فراه كنقول لك راه عندنا لاعبين، لان هذه بطوله، يعني ربما شي كلام الا قلت بغيتي انت راك واثق فيه، ما كتقولوش من اجل الكلام فقط. الا ما كانش تفاؤل فدونك ما دونك راه حنا بلاد ديال الكره بالنسبه لهاد افريقيا، هاد الفرق هادو اللي كنلعبوا. لا يمكن ان تعاقب جامعه كرويه اللي احترمت جميع الالتزامات بما فيها اختيار القاعة وباتفاق مع الكاتب العام للكاف اللي كان غيدار فيها التيراج وصور نتاع لاكان. نعم. ما يمكنش هذه الجامعة هذه نقولوا لها في أي وقت من الأوقات بأنها ما بغاتش تنضم لكان، ما بغاتش تنضم لكان، ما يمكنش نقولوا شي حاجة، ما يمكنش نقولوا لها بأنها ما تنضمش لكان. بقى عندك والو، لأن بقات حفلة ديال العرس النهاية. كنتي تتوجد للعرس وصلتي للعرس، اذا شنو خاصك؟ خاصك دير تكون دخله مزيانه. نعم صحيح، دخلنا تنلعبوا المقابله يعني بروح. Moi auprès des supporters je vais m'excuser, pour moi je les ai lâchés malgré que ils ont fait un super match. Vous savez moi je suis quelqu'un de positif et pourquoi parce que je n'ai rarement connu la défaite. من خلال محلليه القارين وضيوفه المتعاقبين انفتح البرنامج على مختلف الآراء والتيارات. تكون نقاش مفتوح تتعطى فيه وكيتفتحوا فيه مجموعه من المواضيع من غير حتى كره القدم، في ناس عندهم خبره كبيره في المجال لا ديال التدريب ولا حتى ديال النقد الرياضي، منها حتى الاعلام الرياضي، ومنها صحفيين كبار وامثله كثيره من الصحفيين، فهذه اضافه كبيره. تناقشوا جميع المواضيع والنقاش ما كتكونش فيه لغه الخشب. بلاتو الماتش شكل منذ أول حلقة للبرنامج ميدانا لإلقاء الضوء على أكثر المواضيع إثارة للجدل ومع المعنيين بها مباشرة. كنت واضح وكنت صارف هادشي وغادي يكون تحقيق، ونهضرت مع السيد وزير الداخلية وغادي تفتح تحقيق في هذا الاتجاه، لأن الأمر إلا كان كيتعلق بشخص أو جوج نقدروا نتجاوزوه، ولكن ما دام أن الأمر كيتعلق بالسمعة وبالصورة ديال البلاد اسمح لي هادشي غادي نمشيو فيه حتى لآخر المطاف، هادشي راه مسجل ومعروف إلى آخره. وحتى في اللحظات التي ترتفع فيها حرارة النقاش فإن الاختلاف لم يكن ليفسد أي شيء في الأهداف التي التزم بها البرنامج. وجاوبني السؤال دابا، ما بقاش نكذبوا على الناس. ما متصلش، لا والله لا متصل، لا اسمح لي، اقسم بالله لا متصل، لانك كنا في كلاس ربحتي مقابله. لا اسمح لي اسيدي، جيب لي كاس افريقيا شحال من خطره جبتي، نهضر معك الجانب جيب لي كاس افريقيا، جيب لي كاس العالم شحال من خطره مشيتي ليها. اسمح لي سي حسين، نقول لك علاش كلاس فيفا، علاش كلاس فيفا مثلا؟ انا ما تفقش معاك، انا باش تقول لي كلاسي 13، الناس اللي باش كلاسي 13، انا بغيت نمشي نوصل للفينال ديال كاس افريقيا. والله ما عادتمشي لاكوب دي موند سي حسين، ما عادتمشي لاكوب دي موند، اذا كنتي 13 غتكون اسهل، لانكم ما كناش مكلاسين 97، ما نتلاقاوش مع لاكوب ديفوار. هاد الاطر الوطنيه انا مين نمشي؟ خصني نبقى مستمر بالفكر، بالتواصل مع المدرب واحد اخر، خصني نغنيه، خصني نوريه، نبقى مواصل معاه، نعطيه لا ليست اللي كانت عندي هو كذلك. حنا العيب ديالنا المدربين كيطحنوا مع بعضياتهم، مشى مدرب خصك تجيب واحد اخر يبدا من الزير.
تناول المواضيع بحياديه تامه، وايضا يعني عمق في التحليل وعمق في تناول هذه المواضيع اللي كتكون حتى والحساسه منها، وبدون اي يعني محابات او ما شابه. بطبيعه الحال من منظور شخصي نلاحظ انه البرنامج يتناول مواضيع اللي البعض الاخر ربما ما كيقدرش ياخذها من الباب ديال الحساسيه او ما شابه، ولكن كنشوفوا بانه مثل هذه البرامج قد تعطي اضافه نوعيه بطبيعه الحال المشهد الرياضي بشكل عام، وخاصه الكروي، بما ان البرنامج كيناقش ما هو كروي بشكل يعني محدد. تصوره القائم على التحليل والنقاش لم يكن ليمنع الماتش من تقريب المشاهد مما يحدث، ويستجيب لرغبته في الاطلاع على كواليس ما يدور في رياضتنا الوطنية. ما بني على باطل فهو باطل، وما جرى في قصر المؤتمرات بسخرة من سب وقذف فهو باطل، وما تمخضت عنه 15 ساعة من الشد والجذب فهو باطل، وما بني على توافق لضرب الديمقراطية فهو باطل. باطل بقرار من الفيفا الناهية الآمرة في الكرة العالمية. هذاك النهار شفنا صراع مصالح وليس صراع أفكار كما كنا ننتظر، وفي هذيك اللحظة لا أخفيكم أنني أصبت بالحنين الشديد لأيام الجموع العامة السابقة تحت إشراف جنرال حسين سليمان. على الأقل كانت هناك هيبة، هناك كان صمت، هناك كان خضوع، هناك كان أيضا استتباب للأمن داخل الجمع العام. تقارير ومراسلات من مكان وقوع الحدث أتت غير ما مر فقرات البرنامج، والهدف تقريب المشاهد من المعلومة كبيرة وصغيرة وفي الوقت المناسب. نشاهد، نقدر نشوف الكاميرا مع الزميل عبد الصمد منتصر، الرئيس المنتهي ولاية علي الفاس الفهري يغادر قاعة الاجتماع، صراحة غادر أمام تصفيقات الحضور جلال، معارضة ومؤيدين ربما إن صح التعبير، لأن هناك من يتفق مع الفاس الفهري ومكتبه، ولكن هناك من لا يتفق معه. أهميته أنه أعطى الشأن الرياضي أو الخبر الرياضي أن يتحول من مجرد خبر إلى مادة التحليل، وأنا كان أعتقد على أن أخطر ما كان في المجال الصحفي ماشي هو الخبر، هذا الخبر متوفر للجميع، الأصعب هو التحليل، والتحليل فيه تتبان الاحترافية ديال الطاقم الصحفي أو عدم احترافيته. وبدون مجاملة هذا واحد البرنامج اللي على قدر ما كيعلي من القيمة ديال المعدين ديالو ديال المقدمين ديالو، على قدر ما يعلي من قيمة القناة كذلك، على قدر ما يعلي كذلك من قيمة الرياضة في المغرب، وكنعتقد هذه هي أكبر نقطة القوة ديال هذا البرنامج. الماتش منح مشاهديه الأوفياء أيضا مساحة من التفاعل والتعبير والمشاركة في طرح الأسئلة على ضيوف بارزين. هناك يعني اكثر من 1000 سؤال، يعني الان نجاوب معك، نعود للاسئله من البدايه. هناك حسام قيبولي يقول هل يعرف الزكي الاسباب الحقيقيه وراء عدم توليه يعني قياده المنتخب؟ Et la Coupe du Monde des clubs, comme ça se déroule au mois de décembre, et ben c'est une date adéquate pour jouer au Maroc. اتقاء الكلمات المناسبة ونجل الأفكار الواضحة والنافذة عملتان شكلتا رأس مال الطاقم المعد والمشرف على البرنامج منذ أن رأى النور قبل 7 أعوام وإلى يومنا هذا. مشكلة ديال القرتيلي، وأنا شخصيا لا أستصيغ أن شخص غير مدعو يحاول بقرار قضائي أنه يحضر الجامع العام عنوة. نقطة علي الفاسي الفيها على 10. 6.5 على 10. فؤاد. أنا نزيد واحد نص 7 على 10، لأن الرجل بالرغم من يعني المشاغل ديالو العديدة فهو تحمل المسؤولية لمدة 4 سنوات. تختلف الطرائق وتختلف السياقات الزمنية، ولكن يظل ثابت هو هذا الإقصاء اللي أصبح يعني لغة متداولة في المشهد الكروي الوطني، نسجلها لغاية الأسف بكثير من المرارة بكثير من الحزن. الناس وضعوا دفتر صحاب الناس اللي كيتحدثوا على مراكز التكوين، لماذا مراكز التكوين؟ قلنا في هذا المركز التكوين هو فين اللاعب كيتلقن اباجديات ممارسه كره القدم، ليس فقط الممارسه على المستطيل الاخضر، على اللاعب، على طرق تدريب، او لا على انه يتشبع مثلا بخطط تكتيكيه. رغم التطور الذي ميز البرنامج شكلا ومضمونا، فان باب الملاحظات والتعليقات يبقى مفتوحا. تنتمنى ان شاء الله انه يتزاد وقت اخر، لمن انا كاعلامي لمن يتزاد وقت اخر في مجموعه من الفقرات، كنشوفوا ديما كينوعوا في الفقرات.
ربما شخصيا الملاحظة البسيطة جدا هو التوقيت ديال البرنامج، لأنه ربما لو كان في توقيت يعني أقل من الساعة 11 يوم الأحد أو أكثر يكون متابعة أكثر، ورغم هذا التوقيت متأخر فكنلاحظوا بأنه الشعبية الكبيرة عنده، وحتى يعني الناس اللي كيتابعوه أو اللي كيتسناوه باش يشوفوا شي حاجة اللي ما كتكونش في برامج أخرى. ما أتمناه من برنامج مثل هذا أنه على الأقل حصة في الشهر أو ربما حصة في شهرين أن تكون بحال واحد الورشة ديال التأمل التحليلي الفكري اللي يجيب دي ديسيبلين متعددين، دي سوسيولوج، علماء نفس، مؤرخين، مفكرين، فلاسفة، أدباء، كتاب، ويناقشوا الشأن الرياضي، سيعطي أكيد واحد الإضافة. ما تعصبوا لناش السي بدر الدين، شوف انا راه عندي هذا السيد صاحبي هذا راه نجبر لكم شي حل معاه سي جوزيف بلاتير وترجع يعني الا هذا الا هذا مع الماتش. كل عام وانتم بألف خير.